فورد ميستونغ، واحد السيارة رياضية أمريكية اللي بدأت في 1964 ولقات نجاح كبير. هذه الجيل السادس ديالها، أول مرة غيديروا فيها التوربو. السبب ديالو هو باش يدخلوا واحد الأسواق جداد، المظهر الخارجي ديالها متوحش بزاف بهاد الأضواء الأمامية اللي مجبدة ولا كالوندغ اللي كبيرة، والكابو عنده هاد لي دونيرفيغ أغريسيف ولا زال عندها أعراض. كاين واحد المشكل ديال الرؤية ملي كتبغي تكاريها، المظهر الخلفي ديالها تا هو أغريسيف بهاد الباشوك اللي فيه دوبل سورتي. وهنا داروا في الضو ديال المارشاير واحد ستيل ديال لي فورمولا 1. انا الراي ديالي الشخصي كيعجبوني لي فو ديالها بهاد لي طوالين. من نقاط القوه اللي فيها هي هاد لالين ديالها لي تري بيل، وكيبان هاد العرض هذا في ليل اغيير. هي سياره كبيره واصله 4.78 متر، وفي العرض 1.91 متر. لي جونت اللي فيها هادو 19 بوص وكتخرج حتى ب 18 بوص. من الداخل ديالها في لو فولون دونك كاين لي بوطون لهنا اللي كيتحكموا بالصوت والزياده في الصوت والتليفون، وعلى اليسار كاين اللي كيتحكموا بالورديناتور دو بور والريغولاتور دو فيتاس. في الورديناتور دو بور كاين بزاف ديال الانفورماسيون، كاين لا تمبيراتور ديال الاير، كاين الفولتاج ديال الباتري، وكاين تيعطيك حتى شحال العبار ديال الروايد واش ناقصين، وكيعطيك حتى شحال باقي في لوتونومي ديالها. نهضروا على المحرك ديالها، 2 لتر 3 توربو لو ميم لي كاين في لا فوكس ار اس، في 310 شيفوه و 0 ا 100 ديالو 5 سكوند 8. لا كونسوماسيون ديالو ماشي بزاف، 10.2% ميكست. لا فيتاس ماكس على حساب الكونستركتور 233. لا بواطا فيتاس اوتوماتيك 6 رابور، مي هذه هي واحد المشكل كبير ديالها انها ثقيله في لي ريبونس ديالها في لي ريتروغراداج. هذا هو المشكل ديال الميستونغ في لي ريبونس ديال المحرك. اوريجيم كيفشل، اباريجيم كيعطيك لا بويسونس ديالو، مي اوريجيم كيفشل بزاف. الصوت فيها مزيان، المهم هذا ماشي الصوت ديالها ستوك، هذا الصوت مبدل، لانين ديالها مبدله، وهي فيها لي سونساسيون بزاف نيرفوز. كاين كتلقى فيها واحد لو بليزير في لي زاكسيلاراسيون. لا كونسول سنترال، وهنا لي بوطون ستيل ديال لي زافيون، وكاين البوطون باش كتبدل لي مود، مود نورمال، مود سبور، مود تراك، مود نيج.